الهوى نطوي بحورا ونقرأ صفحة تمتاز نورا تعود بنا إلى ماض قريب نعيد إلى مرابعه قصورا نسافر نستقي من كل ركن نحاكيه يحاكينا سميعا قونيا عاصمة السلاجقة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأكارم من مدينة التاريخ والحضارة مدينة المماليك. نعم إنها قونيا. تقع قونيا في وسط جنوب دولة تركيا في سهل واسع خصب في الأناضول. كانت تسمى قديما بإيقونيوم ويعود تاريخها منذ حوالي 1200 عام قبل الميلاد. كانت عاصمة للسلاجقة الأتراك الأناضوليين في الفترة الممتدة ما بين 1081 و 1334. إنه التاريخ يروي لنا قصصا وقصص. تأسست الدولة السلجوقية على يد القبائل التركية المعروفة بالأوغوز، عددها 23 قبيلة في العام 1081 إلى غاية 1334 للميلاد، على يد قائدهم المعروف بسلجوق بن دقاق جدهم الكبير، لهذا سميت بالسلجوقية نسبة إلى اسم جدهم. غزت هذه الدولة العديد من الأراضي وأدخلوا الناس في الإسلام بغزواتهم، فوصلت رقعتهم إلى غاية بلاد ما وراء النهر بأوزبكستان وحلب وأراضي إيران، ووصلت أيضا حتى إلى أراضي اليونان وغيرها من الدول. نعم إنها المملكة السلجوقية التركية الأناضولية. من الغزوات التي قادتها الدولة السلجوقية من أجل إدخال الناس للإسلام هي المعركة الفاصلة ما بين الحق والباطل، ما بين الخير والشر، إنها معركة ملاذ ذكر في عام 1071 للميلاد على يد القائد المغوار العظيم السيد ألب أرسلان.
هي شبيهة معركة بدر. نعم، هذه المعركة التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم رفقة أصحابه وأعلى فيها كلمة الحق، مثلها السيد ألب أرسلان في هذه البلاد ليعلي هو الآخر كلمة الحق وكلمة التوحيد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. قونية يعود تاريخها إلى 2000 سنة، مرت عبرها العديد من الحضارات، منها الحضارة الرومانية، وتطورت تطوراً مذهلاً بعد فوز المسلمين والفتوحات الإسلامية التي كانت هنا بالمنطقة، خاصة المعركة الفاصلة بين الحق والباطل، المعركة الفاصلة ما بين الخير والشر، المعركة الفاصلة ما بين البيزنطيين والمسلمين. وكان القائد المغوار الشجاع الرجل العظيم السلطان ألب أرسلان، ذلك الرجل الذي قاد جيش المسلمين ليفتتح هذه المدينة ويدخل الناس للإسلام. وهنا تعلو كلمة الحق بلا إله إلا الله محمد رسول الله في أقوى المعارك هنا بالمنطقة، تسمى معركة ملاذ الذكر. أتعرفون ما هو سر نجاح القائد ألب أرسلان على البيزنطيين في معركة ملاذ الذكر؟ تعتبر قونية عاصمة الدولة السلجوقية السلاجقة. إذا تحدثت عن الشجاعة وعن القوة وعن العزيمة وعن الفتوحات الإسلامية بالأناضول، فعليك أن تتحدث عن دولة يسمونها الدولة السلجوقية. سلطان بسلطان خدموا الإسلام، قدموا خدمة للإسلام والمسلمين من أجل إدخال الناس لهذا الدين. مرت على قونية العديد من الحضارات، ولكن هذه الحضارة والعهد السلجوقي كان له الأثر في تطور هذه المدينة وذاع سيتها عبر العالم الإسلامي. قونية، وما أدراك ما قونية؟ عندما دخل المسلمون هنا وتفوقوا على البيزنطيين في معركة ملاذ الذكر، أصبح الإسلام ينتشر في الأناضور بطريقة عجيبة رهيبة، وهم من نشروا الإسلام حتى وصلوا إلى بلاد ما وراء النهر بأوزبكستان وإلى اليونان غربا، وتوجهوا إلى الجنوب باتجاه إيران، وفي الشمال باتجاه أذربيجان وإرمينيا وغيرها. شساعة المساحة تفي بالغرض لأن تكون هذه الخلافة السلجوقية عنوانا للخلافة العثمانية. من عناصر القوة التي تركت السيد القائد ألب أرسلان يتفوق على البيزنطيين في معركة الفصل والحق ملاذ الذكر هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بفكرة إدخال الناس للتوحيد للإسلام، وما أعظمها من رسالة. من أهم معالم الدولة السلجوقية التركية جامع السلطان علاء الدين كيكوبات الذي تم إنشاؤه في عام 1221 للميلاد، يعد أقدم جامع بمدينة قونية، ويقال قصته بأن الجامع الوحيد الذي استغرق أكثر من قرن في بنائه. لماذا؟ يقال لأن الحقب الزمانية لسلاطين الدولة السلجوقية توالت واحدة تلو الأخرى حتى اكتمل بناء وتشييد هذا الجامع.
من أهم المعالم التاريخية المتعلقة بالمملكة السلجوقية التركية جامع السلطان علاء الدين كيكوبات الذي تم بناؤه في عام 1221 للميلاد. يعد هذا الجامع أقدم جامع بمدينة قونيا، يقال إن قصة بنائه استغرقت أكثر من قرن من الزمن. الهندسة المعمارية المتعلقة بجامع السلطان علاء الدين كيكوبات على غيرها وعلى غرار بقية المساجد الموجودة بتركيا، لماذا؟ لأنهم تركوا بصمة خاصة بهذه الهندسة، خاصة بالدولة السلجوقية. تفنن مهندسو الدولة السلجوقية في وضع كل أسس جامع السلطان علاء الدين كيكوبات، لمسة فنية رائعة من طرف مهندسي الدولة السلجوقية في جامع السلطان علاء الدين كيكوبات. في زاوية من زوايا هذا الجامع مكان يرتفع على قاعة الصلاة، لماذا وضعوا هذا المكان؟ حتى يتمتع قارئ القرآن الكريم والذي يتلو القرآن الكريم وآيات الذكر الحكيم هنا، حتى يختلي بنفسه في تلاوة القرآن الكريم. وبالإضافة إلى أن الإمام بعد انتهائه من الصلاة بالمصلين يأتي رفقة طلبة العلم ليتدارسوا القرآن الكريم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى تعليم الناشئة حتى ينفردوا لوحدهم ولا يحدثوا إزعاجا بالنسبة للمصلين هنا في قاعة الصلاة. يعني سبحان الله، يفكرون في كل شيء، يدققون في كل شيء. هذه السدة أو هذا المكان المرتفع على غرار قاعة الصلاة تحته مباشرة قاعة صغيرة جدا، سبحان الله، إنها الخلوة. الخلوة هنا يأتي المصلي مباشرة بعد انتهائه من الصلاة هنا ليستمتع بطاعة الله سبحانه وتعالى وليختلي
بنفسه مع الله سبحانه وتعالى، الانكسار، التذلل للرحمن سبحانه وتعالى، كما تشاهدون حتى الهندسة عطوها قدسية للمكان حتى يتمتع الجالس هنا بين يدي الرحمن بالدعاء والاستغفار والتهليل والتكبير. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، قمة وروعة، جامع علاء الدين كوكبات التركماني، هندسة معمارية على الطراز السلجوقي الأناضولي. تفنن مهندسو الدولة السلجوقية في هذا الجامع حيث تولت عليه الحقب في العهود، لأنه يعد أقدم جامع في العهد السلجوقي، وختاما بالعهد في عهد السيد السلطان علاء الدين كيكوبات الذي أنهى الأشغال به في سنة 1221 للميلاد. وكما تشاهدون جماليات المكان، إنه بيت من بيوت الرحمن، تفننوا من أجل أن يعطوا الصورة الرائعة لعبادة الرحمن سبحانه وتعالى. هندسة متميزة حتى في وضع الأسس والأعمدة التي ترفع جامع علاء الدين. زين هذا الجامع بواحد وأربعين عموداً بالإضافة إلى الأقواس المتناسقة على كل المسافة الخاصة بقاعة الصلاة، وجذوع الشجر التي تربط الأعمدة الخاصة بأساسيات سقف هذا الجامع. هندسة معمارية متميزة تميز بها السلجوقيون المهندسون الذين أطروا ووضعوا الهندسة المعمارية لجامع علاء الدين كيكوبات.